السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي الكرام إلى هذه المقدمة التي نشرح من خلالها ما سوف يتم خلال المرحلة القادمة. المرحلة القادمة سوف تتضمن إنشاء برنامج محاسبي بسيط لكي نقوم من خلاله بتطبيق ما قمنا بتعلمه خلال الفترة الماضية. بداية سوف نقوم بإنشاء الجداول وبعدها العلاقات وبعد ذلك الاستعلامات، وأيضا ننتقل بعد ذلك إلى النماذج والتقارير. وأيضا خلال هذه العملية البرمجية سوف نقوم بإدخال بعض أكواد الـ VBA لكي تتعرفوا على ماهية الـ VBA. أتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا التطبيق هو سر النجاح، طبقوا لكي تترسخ المعلومات في أذهانكم. أتمنى لكم التوفيق ولنبدأ على بركة الله. السلام عليكم.